طبعا سبب الوجود بالدرجه الاولى هو المحافظ وعلى مسار الديمقراطيه في ليبيا. طبعا اضطرنا في 2011 على سب العسكر، واحنا العسكر لا نرضى به، واحنا هنا جايين ندافع على الشرعيه الدوليه، هدفنا هنا المحافظه على الشرعيه. لازم من وضع دستور وضع وبعدها برلمان وبعدها رئاسي. يعني هنا بالنسبه هنا احنا مللنا وقلقنا من الحكومات، كل مره حكومه تسييريه، حكومه انتقاليه، حكومه يعني قلقنا. احنا نبغى هنا انتخابات، الهدف بتاعنا انتخابات، وضع دستور وانتخابات، ولن نرضى بحكم العسكر مهما كان. ضحينا في 2011 وما زلنا نضحي باذن الله سبحانه وتعالى، لن نرضى بحكم العسكر، ونقول لمن يريد تشمت بالكرسي ويقول احنا باذن الله سبحانه وتعالى وراك وراك.